على هذا الحال يستقبل الناس شهر رمضان المبارك الذي لم يشفع لهم بالتخفيف من معاناتهم. صورة صارت مألوفة لهؤلاء الأطفال والرجال والنساء الذين يشتركون في هذه الرحلة اليومية للبحث عن المياه. ترى الأطفال والنساء وحالتهم وكأنهم داخل قرية ريفية وما فيش مشروع موجود، مع أن المشروع موجود والماء متوفر والديزل متوفر، ولكن ما فيش محاسبة لهذه الجهات. المعاناة واضحة ولا تحتاج إلى براهين كثيرة، والأسئلة أيضا كثيرة. حتى متى سيبقى الحال على ما هو عليه؟ وإلى متى سيبقى أبناء هذه المحافظة خارج إطار الاهتمام؟ مقطوع الكهرباء، مقطوعة، والرأسانك تحت المكيفات، ولا همام حاجة. الخدمات الضرورية التي تعد حقا من حقوق المواطنة في كل زمان ومكان تغيب كليا هنا، ولا مؤشرات في تحسن نسبي لها. التجاهل واللامبالاة هي السمة الغالبة في تصرفات المسؤولين في هذه المحافظة التي تمتلك حقول مياه كثيرة كانت حتى وقت قريب تغذي عدة محافظات قريبة منها. وهكذا تزداد الأوضاع سوءا يوما بعد يوم، وتستمر المعاناة، والبسطاء وحدهم هم من يتجرعون مرارتها. لطفي إبراهيم، قناة بلقيس، أبين.